هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أكل لحم الخنزير؟ أولا لازم تعرف أن الخنزير من أذكى الحيوانات على الأرض وبيمتلك كمية عواطف كبيرة جدا جدا، ولكن ملعون في الأديان وبعض الحضارات القديمة. مبدئيا تعالوا نعرف هو ليه ربنا نهانا عن أكل لحم الخنزير. أولا لأنه بيعاشر أي حيوان قدامه، وده اللي بيخليه عرضة كبيرة جدا لحمل الأمراض. ثانيا الخنزير من الحيوانات اللي ما بتعرقش، وده بسبب أن الجلد بتاعه عمل زي الأسفنج، فده اللي بيخليه يمتص العرق ويمتص الاتربه والاوساخ اللي ما بتطلعش منه، ودي كارثه كبيره جدا. ثانيا في نوع من انواع الديدان اللي ما بتطلعش منه نهائيا، لا عن طريق الطبخ ولا عن طريق الشوي حتى. اما عن طريق الطبخ فده بياخد من 6 لـ7 ساعات بس عشان تقدر تسلق اللحمه بتاعته، ولو حبيت تشويه فهيدوب منه، لان زي ما قلنا ان الجلد بتاعه عامل زي الاسفنج، فمجرد ما تحطه للشوي بيدوب حرفيا. ضيف عليهم بقى ان الخنزير فيه دم متغمد في دماغه، لان هو الحيوان الوحيد اللي ما بيقدرش يرفع للسماء. ده غير ان في جينات بتتاخد منه عشان يعملوا بيها الفياجرا اللي بتسبب الوفاة بعد الادمان عليه. واخيرا وده الاهم، الخنزير بياكل اي حدا قدامه حتى لو كانت جثة متعفنة. قول لي بقى بعد كل اللي انت سمعته ده، ليك نفس تاكل لحم خنزير؟